عاده حنا نتبعوا الفريق الوطني منذ اليوم. رانا في انا 26 27 سنه في المهنه هذه. العاده جرات انه اللاعب عندما تكون عنده اصابه يجي للفريق الوطني ويلتحق ناس يمكن الفريق، ومن بعد يتم فحص من طرف طبيب الفريق الوطني، من بعد هو يأكد ولا يقول لا. في عندما تسمع جمال بالماضي شيء آخر يقول لك أنا ما طلبت هذا الشيء من اللاعبين اللي سبقوا، اللي كانوا ملا في علاقة ثقة بين هذا مانشستر سيتي، ما راش فريق يعني يستهان به، في علاقة ثقة. وش يمنع الفريق يكون مصاب؟ ولا رأنا بالنسبة لي ربما إرهاق، ربما من حقه يطلب الإعفاء، مبارتين سهلين صرا كثير يعني. أنا ما اندهش عندما شفته في المغرب يعني، وراه مشكل يعني اللعب ياخذ قسط من الراحة، أكثر من 40 مباراة نظن لعبها، مجهود كبير. صحيح أننا نحتاج بالمحرز في الفريق الوطني، ولكن عندما يكون قرار من نادي يقول لك راه مصاب اليوم، من قبل قلتش انا ندخل في انا عندي مقال، عندي ان كومونيكي، يقول لك راه مصاب خلاص، لكن فيه الشك، جيبوا الفريق الوطني وديروا فحص. من بعد الكلام اللي سمعنا هنا وهناك يعني كانت شويه يعني كنا قاسيين مع اللاعب هذا، من حقه يعني كنا قاسيين، لكن في الجهه المقابله انت راك تدافع على رياض محرز مثل والله ما هو عليه الحال مع الخبر الوطني جمال بالماضي. لا نعطيك الكلمه مانيش ندافع، كاين لو كان ما عندناش ورقه من رابور ميديكال، سي افي با ان رابور ميديكال. نقول لك دوزيام دي شوز، انا علمت بالماضي قبل ما سمعت وقت لو ريبو يجي الفريق الوطني كما كان معمول مع يقدحوا مع اللي فاتوا، يدير فاس يفيان اون ايكيب ناسيونال، يروح سيدي موسى يدوز كونترول ميديكال. اليوم قال لك انا بالماضي مش لي با في افيك دوت جوار، بوكو جو في الفير افيك بالماضي. نعم. هو ثاني تعدو الحق. لكن في الجهه المقابله انا نعرض لك الراي والراي الاخر، لست هنا للدفاع عن محرز او تحميله هي تحميله هو المسؤوليه، لكن في الجهه المقابله يعني كاين اطراف راهي تقول لك كثرت هفوات قائد المنتخب الوطني. نحن هنا لا نتحدث نسيم عن اي لاعب في المنتخب الوطني، إنما نتحدث عن قائد منتخب وطني قال لك كثرت يعني هفوات هذا القائد قبل بداية الكان تربص قطر يغيب عن اللعب في الإمارات، معلش مباشرة بعد الإقصاء من الكان اللاعب يغادر دوالة بطريقة نقدر نقول عليها فرار. نعم فرار. والآن وين يسحقك يعني المدرب تاعك يعني في أمس الحاجة، راهو في أمس الحاجة لتواجد قائد تاعه أمامه باش يعاونه باش يعني فتح صفحة جديدة، نوضو من جديد القائد يغيب، وبالتالي كثرت أقول هفوات هذا اللاعب. احنا اليوم عندنا يعني بالدارجة نقولوا كثر على مو صاوح. لا بصح أنا كي نسمعك تهضر نقول هذا اللاعب هذا ما راهش إلي با بليسي، بالك عندي ما عنديش ما راش مصاب مال اللاعب، انا كنت نسمعك تكلم هكذا. يعاني من ارهاق الفوف يعني في البيان عندما يعاني الفوف لم تذكر ابدا ان اللاعب مصاب، لم تذكر ابدا ان اللاعب مصاب. لا بالماضي لا رابور ميديكال، انا نتكلم على بالماضي ما نتكلمش على التقرير الطبي. التقرير الطبي اللي يقول لك مصاب، دوك الارهاق ثاني تنجم يمنعو يكون في الفريق الوطني. انت تكلمت تاع الامارات كان كوفيد، لا كان ما قدرش يمشي، كان عنده كورونا. من بعد اللقطة تاع عندما مشاو من الكاميرون كل نددنا بهذاك التصرف، ولكن يكون عندك مدرب اللي هو عطى لهم الرخصة هو يتحمل المسؤولية. أنا واحد ما عجبنيش يعني الصور هذاك اللي شفناهم يعني في راشول هربوا من الكاميرون. لا أنصار المنتخب الوطني استناوا من محرز ناسيم أسري يلعب دور القائد يعني بأتم معنى الكلمة، كيسحقك المدرب تاعك في أحلى